عليكم ورحمة الله. بدورنا نحن جد سعداء بعد التتويج الثالث على التوالي، فرحانين بالتهنئة والرسالة الملكية اللي تنعتبرها اعتزازا وفخرا وتشريفا وتكليفا لما هو آتي إن شاء الله. تنشكر جميع مكونات الجامعة الملكية أطرا تقنية وإدارية على المواكبة ديالها لهذا المنتخب، ويعني التسهيلات اللي تلقاوها لا من الناحية الإدارية ثم في هذا المركز محمد السادس من ناحية التدريب والاستاج اللي تنديرو. تنشكر الصحافة، الجمهور المغربي، تنشكر اللاعبين على التفاني ديالهم. كانت هاد الدورة شوية صعبة لعدة إكراهات اللي كانت عندنا في الأول، ولكن الحمد لله داس الأمور بسلام. المباريات كلها سيطروا فيها وكاع الانضباط ديالهم في الاستاج. تنشكر السيد الرئيس، اليوم الرئيس ولا أصبح طرف كيعرفكم بالسميات قريب منا. هبط كيهبط عندنا الفيستيات يطمئن على الحالة ديال يوسف، مع تكلم معايا مع الوحدة الليل تقريبا. هذه كل مسائل تتعطينا واحد الشحنة، وتعرفوها اللاعبين أن الرئيس الأول مسؤول عليهم متبعهم. والحمد لله اليوم رحنا متوجين بالكأس الثالثة على التوالي والرابعة غنمشيو لكوب دي موند. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. شكرا.